السلام عليكم ورحمة الله، معكم مصطفى أمان. النهاردة هنبدأ مع بعض رحلتنا مع كورس الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر، والفيديو اللي معانا النهاردة هيكون نظري. هنتعرف من خلاله على المصطلحات الأساسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأول المصطلحات اللي هنتعرف عليها هو يعني إيه الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر أو الـ ICDL. هي عبارة عن برنامج عالمي يهدف إلى رفع المستوى العام لكفاءة تكنولوجيا المعلومات على مستوى جميع قطاعات المجتمع، ومن ثم تعزيز عملية التعلم الإلكتروني مدى الحياة. فالهدف الأساسي من البرنامج هو وضع معيار لمهارات الكمبيوتر الأساسية متيحاً الفرصة للمستخدمين اللحاق الفعال برقم عصر المعلومات، وبالتالي تحقيق الهدف الأسمى وهو محو أمية الكمبيوتر. بمعنى مبسط، الرخصة الدولية لقيادة الكمبيوتر هي شهادة يمكن أن يحصل عليها أي شخص يستخدم الكمبيوتر، سواء كان الاستخدام في البيت أو في مكان العمل. طيب، واحد منكم يسألني ويقول معنى كده أنا لو اتفرجت على الفيديوهات دي أبقى حصلت على الرخصة الدولية الـ ICDL؟ أجاوبه وأقول له لأ، الفيديوهات هتفهمك يعني إيه الرخصة الدولية أو الـ ICDL، وهتوفر عليك الوقت والمجهود لحضور الكورسات في الجهات المعتمدة لمنح الشهادة. يعني إيه الكلام ده؟ حضرتك لما بتروح لجهة معتمدة بتمنح شهادة الـ ICDL بيكون قدامك خيار من اتنين، إما إنك تحضر المحاضرات ثم الامتحان، طبعا ده وقت ومجهود مبذولين في الذهاب لمقر المحاضرات، أو إنك تمتحن مباشرة في حالة إنك مذاكر المنهج. فالفيديوهات دي بتؤهلك لخوض الامتحان مباشرة بدون الحاجة لحضور المحاضرات. المصطلح الثاني اللي معانا النهاردة وهو ما المقصود بالتكنولوجيا؟ هي كلمة يونانية الأصل تتكون من مقطعين، المقطع الأول وهو تكنو وتعني الفن في التعامل مع الأشياء، والمقطع الثاني وهو لوجيا وتعني العلم والأسس في التعامل مع الأشياء. وتعرف التكنولوجيا بالإنجليزية technology بأنها عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم والمعارف بشكل منظم من خلال الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية لإشباع حاجة الإنسان وزيادة قدرته. المصطلح الثالث اللي معانا وهو ما المقصود بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؟ تعرف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أنها أي مجال يدخل فيه استخدام أجهزة الكمبيوتر ووحدات التخزين والشبكات والأجهزة الطرفية، وذلك من أجل إنشاء البيانات إلكترونياً ومعالجتها وتخزينها وتبادلها وتوفير مستوى جيد لأمان المعلومات والشبكات وإنشاء الحلول للشركات المرتبطة بكافة نواحي الحياة. طيب، ما هي أقسام أو أركان تكنولوجيا المعلومات؟ القسم الأول وهو القسم المادي هاردوير، وهي الأجهزة المستخدمة في عملية الاتصال من أجهزة حاسوبية ومكتبية والهواتف، وصولاً إلى الأسلاك المستخدمة في صنع الشبكات التي يتم وصلها مع كافة الأجهزة لإتمام نقل المعلومة من جهة إلى أخرى. القسم الثاني قسم البرمجيات أو software، ويتمحور حول لغات البرمجة والهندسة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي الذي يعمل على تسيير عملية الاتصال وفق خطوات يتم تحديدها من قبل المسؤول
أو المهندس. أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. أثرت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الحياة البشرية بشكل كبير، فمنذ الثورة الصناعية بدأ الإنسان بتطوير الآلات والمعدات التي تسهل من العمل، ومع ظهور تكنولوجيا المعلومات قفزت البشرية قفزة نوعية نحو التطور من جهة والرفاهية من جهة أخرى، حيث كانت الأعمال قديما تقام داخل المكاتب باستخدام الأوراق والمعاملات بشكل يدوي، مما يؤدي إلى استغراقها وقتا طويلا لإنهائها. وبعد دخول التكنولوجيا عالم الأعمال، أصبحت الاتفاقيات والمعاملات تقام من أي مكان في العالم وبسرعة بالغة، وبالتالي فإن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأثر الكبير في حياتنا التي منها في الجانب التعليمي. تم استبدال الألواح والطباشير والكتب الثقيلة التي تثقل كاهل الطالب بلوح حاسوبي يحتوي على كل المقررات التعليمية، مما وفر راحة أكبر للطالب وإدخاله إلى عالم التطور منذ الصغر. كما بدأت بعض المدارس في العالم بتدريس أساسيات البرمجة كمواد أساسية في المدارس، وبالتالي خلق وعي علمي وثقافي لدى الطالب وجعله إنساناً مبتكراً يعمل على صنع التطبيقات والأجهزة التي يريدها من تلقاء نفسه. في الجانب الصناعي، دخول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بعد الثورة الصناعية أدى إلى تطور الآلات المستخدمة وربطها بالشبكة العنكبوتية لإرسال الأوامر إليها من مختلف القطاعات، الأمر الذي زاد من إنتاجية الصناعات وتقليل الوقت اللازم لتحقيق الهدف المرجو. في الجانب السياسي والعسكري، لعبت تكنولوجيا المعلومات والاتصالات دورا رئيسيا في قوة الدولة وهيمنتها، فسعت الدول الكبرى إلى تطوير وسائل التواصل ووسائل الحصول على معلومات تخص العدو، وأصبحت كمية المعلومات المتوفرة سلاحا خطيرا يمكن به تدمير دول بأكملها. فالرادارات والطائرات بدون طيار ووسائل التخفي ونقل المعلومات المشفرة تعد من أساسيات القوة العسكرية لدى الدولة. فوائد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي منها: الفائدة الأولى ادخار الوقت، وتأتي هذه الميزة في مقدمة المزايا، فنقل المعلومة من خلال جهاز يمثل البديل الفعال عن تقديم المعلومات بالطرق التقليدية باستخدام الورقة والقلم، فالمعلومة متوفرة طوال الوقت أمام مستخدميها ويمكن استرجاعها وقتما شاء. الفائدة الثانية زيادة إنتاجية السلع وتوفير الخدمات والتقليل من الأعمال الشاقة والخطرة على حياة الإنسان. الفائدة الثالثة تطوير حياتنا في جميع المجالات، سواء كانت في التعليم أو الطب أو الفضاء أو الهندسة أو التشييد والبناء أو الحاسبات وأجهزة المحمول أو البحث والاستكشاف وغيرها. الفائدة الرابعة تنمية قدرات التعلم الذاتي، فلكي يصبح الفرد متطورا ومنجزا لابد أن يتعلم ويحاول ويجرب. الفائدة الخامسة تسهيل مهام البحث العلمي والوصول إلى المعلومة بأقصر وقت وأقل تكلفة من السابق، حيث توفر شبكة الإنترنت على سبيل المثال للجميع إمكانية الحصول على المعلومة التي يرغبون بمعرفتها دون أي صعوبة. الفائدة السادسة
الازدياد الملحوظ في طرق التواصل الاجتماعي بين الناس، حيث أدى ظهور الوسائل الحديثة من أنظمة التكنولوجيا العالمية والاهتمام الكبير بوسائل التواصل الاجتماعي إلى حدوث هذا التواصل بأسهل ما يمكن. الفائدة السابعة والأخيرة: توفير آلاف فرص العمل للعديد من مستخدميها، حيث فتحت المجال لهم لإنشاء شركاتهم الخاصة واستحداث مفهوم التجارة الإلكترونية. سلبيات وأضرار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي منها: إمكانية تعرض الشخص للمضايقات والتهديدات الإلكترونية لأسباب عديدة، منها التسلية أو الحصول على الأموال وغيرها من الأمور. قلة الحركة والمجهود البدني بشكل كبير بسبب استخدام التكنولوجيا لساعات طويلة، مما قد يسبب التخمة والخمول والكسل وأمراض أخرى. المصطلح التالي لمعانا: ما هو المقصود بالكمبيوتر؟ هو عبارة عن آلة قابلة للبرمجة، تعالج أي تتعامل بطريقة ما البيانات لتنفيذ سلسلة من التعليمات، وتعتبر قدرته على تخزين وتنفيذ التعليمات مهمة جدا، حيث أن هذه القدرة تسمح باستخدامه في مجموعة كبيرة من المهام المختلفة، مثل تخزين الملفات وإعداد مجموعة متنوعة من المستندات والتقارير وتحرير الصور والفيديو والتواصل محلياً أو دولياً، وتوفير إمكانية الوصول إلى شبكة عالمية من المعلومات. وتستخدم أجهزة الكمبيوتر حالياً في العلوم والصحة والأعمال والحكومات والمجال العسكري إلى حد يصعب فيه العمل من دونها. والمصطلح الأخير الموجود: ما المقصود بالأجهزة الطرفية؟ هي قطعة غير أساسية من المكونات المادية الهاردوير المتصلة بجهاز الكمبيوتر لتوسيع وظيفته. إذن الكيبورد والماوس والشاشة لا تعتبر أجهزة طرفية، لأنها قطع أساسية لعمل الكمبيوتر. أما إذا أردت أن تصنع نسخة ورقية من مستند، فيمكنك توصيل طابعة، لأنها جهاز طرفي سيقوم بتوسيع وظيفة الكمبيوتر ويمكنه من الطباعة. وكذلك الأمر مع أجهزة السكانر والمايكروفون والسماعات والكاميرات الرقمية ومحركات الأقراص CD وDVD. إذن فكل جهاز متصل بالكمبيوتر لتحسين أو توسيع نطاق عمله فهو جهاز طرفي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو اللي معانا النهاردة. بس قبل ما أسيبكم، حابب أرد على تساؤل وصلني بخصوص كيفية تدوين الملاحظات أو المعلومات بطريقة كورنيل، فحابب أعرض لكم أنا بستخدمه إزاي. ده النموذج اللي عجبني ونزلته من الموقع اللي عرضته لكم في الفيديو السابق.
وطبعا الفهرس دوت مش من ضمن النموذج، انا اللي ضايفه، وان شاء الله لما نوصل لشرح الوورد هعرفكم ازاي تعملوا فهرس لاي حاجة انتوا بتعملوها اوتوماتيك. في الجزء ده من النموذج بكتب بيانات المادة، وفي الجزء ده بكتب العناوين الرئيسية، وفي الجزء ده بكتب المعلومات أو شرح بطريقتي لكل عنوان. وفي الجزء ده بكتب باختصار ما تعلمته من الشرح، أو ممكن أذكر المراجع اللي أنا جبت منها المعلومات دي. فأنا حابب اللي هيتابع الكورس يطبق نفس الفكرة ويعمل ملخص لكل حلقة بأسلوبه. وعن نفسي في نهاية كل فصل هرفع لكم الملخص الخاص بي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.